لله انا بقالي سنه وشهر مصاب الحمد لله، لسه بادئ اول تمرين النهارده مع الفرقه الحمد لله، وان شاء الله يكون بدايه خير باذن الله. والله انا عايز اقول لك المعسكر يعني بصراحه انا بشكر الكابتن خالد بيبو والقطاع كله، يعني قاعدين في حته كويسه جدا والمعسكر ماشي بشكل كويس جدا، نظام اكل، نظام في اللبس، التزام، مواعيد تمارين. الحمد لله احنا بنتمرن 3 تمارين في اليوم وتمرينتين وماتشات وديه، وبصراحه على اعلى مستوى. يعني احنا بدانا معسكر من يوم السبت، وصلنا للفندق كنا متمرنين تمرين في القاهره وجينا على الغدا، وكان تمرين مسائي في نفس اليوم، وتاني يوم كان عندنا ماتش وكسبنا 2-0 الحمد لله. المعسكر هنا كل حاجة متاحة وكل حاجة انت عاوزها في الكرة موجودة، من جيم، نظام أكل، الملاعب كويسة، القهوة كويسة، الفندق تمام، كل حاجة تمام، يعني مفيش حاجة ناقصة هنا في المعسكر.